ده قص اهو استاذي تحته حصى. دي النتاية اهي. وده الدكر في ايدي اهو. تمام، متلبسين دبل. انا كنت بجهزهم لحاجة زي كده يعني للبيع. هتلاقي الارقام بتاعت الدبل ارقام ورا بعضها بالترتيب يعني. ده كمان قص تاني. دي النتاية راقدة على الحصى اهو. لسه بس معرفش الدكر بتاعها هيبقى في الحمام اللي طير ده. حاول اشوف لك. انا طبعا ملبسه دبلة برضه عشان اعرف اشوف رقم الدبلة بتاعت النتاية عشان اعرف الدكر بتاعها. ده دكرها اهوت. دول رقمهم 77 النتاية والدكر 78. انت 77 و78. ده كمان قص تالت. لو تحب تختار بقى، عايز اتنين تختار، عايز التلاتة تحت امرك. تبقى انت ايه قدامك الاختيار يعني. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. ده انا كنت بجهزه، كان حد طالبه مني فانا كنت بجهز كم قص كده يعني يكونوا جاهزين لاي حاجة زي كده. ما شاء الله ربنا يبارك. هم الثلاث جواز هم استاذ الثلاث قصوص. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لك فيه. التونر اللي هشحن لك فيها فتحها لك ازاي. بس لما الحمام يجي لك ما تفتحلوش في الهواء على طول يعني، يعني سيبه في مكان دافي شويه وبعدين افتح عليه زي ما انت عايز بعد كده لما يتعود على الجو عندك، لكن ما تفتحلوش في الهواء ابدا في الكرتونه ده عشان ما ياخدش برد. فتح من كل ناحيه كده. خلاص قفلت الكرتونه اهو، توكل على الله. طبعا هعمله لك بعلامه انا بصوره لك قبل الشحن. ده اللي انا قلت لك اول شغله وانت كنت مستعجل عليه، فانا كنت كشفت على البيض قبل كده فكان في بيضه مخصبه والتانيه لسه ما ظهرتش. انا عارف ان هي كانت لسه ما ظهرتش وقلت لك كده، وانت قلت لي لو هو طلعت فارغه شوف لي قص تاني. طيب انا هجيب لك البيض اهوت بكل امانه هنشوفه. انت كده شفت المستوى. انا محضن تحتهم بيضه ثالثه وكاتب عليها برضو طبعا عشان نعرف ان هي مش بتاعتهم، مكتوب عليها منقول اهو، منقول يعني من حمام تاني طبعا، لاني طبعا كنت ببيع حمام ولما بسلمه بيفضل البيض بتاعه فما برضاش ارمي البيض فبحضنه تحت حمام تاني. دي الفكرة يعني. يبقى ده القص الاول. هنكشف على البيض برضو مع بعض بس لما اطفي النور اما اوريك القص التاني الاول. ده القص التاني. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك، ربنا يبارك لك فيهم بإذن الله. نجيب كده برضو. هنا أنا محضن تحته بيضة ثالثة بس البيض ده بقاله كتير. نشوف تاريخه. أول بيضة القلم اتمسح تقريبا. دي مكتوب عليها منقولة اهي. القلم طبعا الأخضر ده ما عدتش هكتب بيه لأنه بيتمسح. ايوه دي من 20/1 او 21. القلم ده مش حلو. من 20 او 21. النهارده 4 فبراير.
يعني البيض ده بقاله حوالي 15 يوم 14 يوم حاجة زي كده، فقرب يفقس قدامه حوالي 4 أيام ويفقس. تمام. مخصب طبعا باين جدا، من ما عادش هيبان، لو كشفنا عليه دلوقتي بالكشاف ما عادش هيبان، هيكون غامق جدا، هيكون اسود مش هيكون رايق. برضه هنشوفه مع بعض، هطفي النور وهوريك البيض بتاع ده وبتاع ده. طيب هجيب الطاجن البيض، بس ما تكسرش البيض عشان نكشف على الثلاث بيضات دول اهم. نحطهم بس في مكان تاني كده. دي مش بتاعتنا طبعا، مش بتاعت القصين، بس برضو بوريها لك ان هي مخصبه. انا مش هسيب بيضه فارغه زي ما انتوا عارفين. دي البيضه اللي هي تاريخها 28/1، كانت ظهرت الاول ان هي مخصبه. دي البيضه 28، انا بكتب على البيضه الاولى ما بكتبش على البيضه الثانيه. نشوف بقى البيضه اللي هي يوم 30 اللي انا ما كتبتش عليها. طبعا هو الحمام بيبيض يوم ويوم. دي البيضه اللي هي يوم 30 اهو، بسم الله ما شاء الله. في باين الفرق ان هو يومين، لكن هي معمره برضه اهو، بسم الله ما شاء الله. تمام كده ظهرت اهي، لكن طبعا اصغر من اللي هي 28، دي بتاعت يوم 30 بكتب على البيضه الاولى بس، فطبعا ببقى عارف ان الثانيه بعدها بيومين. طيب ده بالنسبه للقص الاولاني، بنرجع لهم البيض كده. هنجيب البيض بتاع القص اللي هو انا قلت لك قرب يفقس اهو. سيبها هتلاقيها يعني ايه، عشان قرب يفقس هتلاقي البيض غامق جدا اهو، شوف ازاي. طبعا كده خلاص ما عادش يبان العروق قوي زي ما انت شايف، البيضة غامقة. التلات بيضات التانية اهو، التالتة اهو زيهم، اسودت خالص اهي. نرجعهم للحمام. طبعا البيض ده كله هشيله حضنه تحت حمام تاني بعد تسليم الحمام. انا عندي حمام زاجل وعندي حمام لحم، فبحضن تحته. هقول لك برضو بعمل ازاي. شايف حمامه زي دي مثلا، دي حمامه زاجل مش لاحم على فكره يا جماعه. السايب ده انا ما بربيش اللحم في السايب عشان ما يتلخبطش يعني على الحمام، يعني ما يكسرش في بعضه، ما يتجوزش من بعضه. حتى اللي هو اللحم اللي سايب ده، ده لسه شباب لسه ما اشتغلش. فاللي هي سايبه دي متربيه سايب، انا حطلها دي بيضه بلاستيك استعدادا لاني احط ليها انقل لها البيض اللي هو لسه طازه ده. ده حطها امبارح اشوفها كده البيضه سخنت كده، اعرف انقل البيض. لما البيضه خلاص الحمامه دي رقدت اشغلها حضان. انا مش محتاج بيضها، مش محتاج الزاجل دلوقتي في حاجه، لكن محتاج البيض بتاع اللحم ده.